عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكون أحوالكم جيدة يا رب. عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. وخا جيت متأخرة فأعتذر على الغياب ديالي، ربما يعني كنت غبت عليكم لمدة ديال أسبوعين، فلظروف شخصية. واليوم إن شاء الله رجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله على القناة. كنتمنى من الناس الجداد إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة أو لا تزوروني، فلا تنسوا الضغط على زر الاشتراك أو صابوني في الفيديو وتفعلوا ذاك الجرس يكون بجانبه باش تبقاو توصلوا كل ما هو جديد. وايضا ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم بالبارتاج فضلا منكم وليس امرا. وندوزو لوصفة اليوم. وصفة اليوم ان شاء الله تكون وصفة جميلة، وصفة تكون بسيطة جدا تحت طلبكم، اللي كانت واحد السيدة خلات لي تعليق وقررت باش نلبي لكم رغباتكم. واعتذر على عدم الاجابة بعض السيدات. فوصفة اليوم يعني كما شفتوا معايا في العنوان، وصفة تكون خاصة او وصفة سبيسيال لتطويل الشفران او لا الرموش. هذه الوصفه غتكون ممتازه فعاله، استعملها انا شخصيا وتعطي نتائج رائعه يعني في وقت قصير جدا، يعني سوى تجربوا الوصفه وتردوا لي في خانه التعليقات. بالنسبه للمكونات الوصفه بسيط بزاف، يعني هذه الوصفه الجميل فيها انك تستعمليها كتزيين، يعني كتزيني بها لاننا غنستعملوا ماسكارا النوع اللي كتستعملي، وك يعني عباره على وصفة لتطويل الرموش. يعني هذا هو الجميل فيها، يعني كتستعمليها كتزيني وفي نفس الوقت حتى طولي داك الرموش ديالك. فبالنسبة للمكونات اللي غنحتاج في الوصفة، غادي نحتاج فقط الثوم. الثوم موجود لديكم في البيت كما نعرفوا ان الثومة جميلة جدا، هي طبيعية كتطول الاظافير كتطول الرموش يعني كتطول الشعر، فهي جميلة جدا لانها كتعطي او بحكم انها كتعطي نتائج يعني فورية، فهذا هو المضمون فيها. وايضا غنستعمل الماسكارا اللي كنستعملها انا شخصيا هذا النوع، يعني كل واحد كيستعمل على حسب يعني الرغبه. تستعملوا الماسكارا اللي كتحبوا نتوما، فانا يعني دائما هذه الوصفه استعملوها واحضرها يعني بنفسي لكي ابقى استعملها دائما باش الشفران حتى هما كيطوالوا او كينمو بواحد الطريقه طبيعيه. وايضا كيعالج داك المشكل ديال تساقط الرموش البنات اللي كيطيح لهم يعني الشفران ديالهم. فهذه الوصفه تليق لكم يعني بزاف، فالطريقه جد سهله. اول حاجه كنحل الماسكارا هكذا، وطبعا كيف ما قلت لكم كنحتاج ثومه يعني غير وحده فقط. مهم الثوم، غادي نقوم ببشر هاد الثومه من بعد نطلقها. فكما كتلاحظوا معايا حبيباتي، من بعد ما قمت ببشر هاد الثوم يعني في الاليه ديال البشر اللي تكون رقيقه، انا قمت ببشرها في هذه الاليه لانها يعني كتخرج ثوم رقيق. فكيف ما قلت لكم غادي نوضعوها في الماسكارا، يعني طريقه جد سهله بزاف وبسيطه وكتعطي نتائج يعني سريعه. السيدات اللي حابين انهم يعني يبانوا في حله جيده او يتزينوا في نفس الوقت يحافظوا على الشفران ديالهم باش ما يبقاوش يتساقطوا، وامي مطاو يعني يقوم بتطويل الرموش. فكنوضع يعني هاد الثوم هكذا، كنوضعو يعني نحاول نوضعو بشويه بواحد الطريقه اللي تكون يعني بشويه حتى نخشي يعني كامل في هاد البواطه ديال الرموش اولا ديال الماسكارا على هاد الشكل. يعني ثومه واحده راه كافيه. فالسيدات اللي كيحب ما كيحبوش اولا كيكرهوا الرائحه ديال الثوم، فكنعتذر على هاد الحموريه، هي صبعي يعني كنت جرحت فيه ودايره لي بيطادين. فالمهم حبيبات يعني بهالطريقه. فبالنسبه للسيدات اللي يعني ما كيحبوش اولا تيكرهوا اولا تيتجنبوا الثوم، فانصح انكم تستعملوها لانها يعني هاد الوصفه مني كتستعملي الثوم في هاد البواطه راه ليله كامله او حتى اليومين من بعد ما كتبقاش الرائحه، يعني الثوم كتطلق الفوائد ديالها في هاد الماسكارا، ومن بعد يعني الرائحه كتزول بوحدها ملي كتوضعيها الرموش ديالك او الشفران ديالك الماسكارا كتخرجي عادي، يعني غير مجرد ان فوا كضربك الهواء الشفران ديالك فالرائحه يعني كتزول بشكل سريع وشكل يعني فوري، ومن بعد يعني كتبقى غير الماسكارا بوحدها. فهذه هي الوصفه يعني سهله بزاف وزوينه، يعني قليل اللي كيستعمل هذه الطريقه، طريقه جميله بزاف. كنتمنى انكم حبيباتي العزيزات القلبي تستعملوا هذه الوصفه وترجعوا عليا باش ما كان، فلانها كتعطي فوائد او كتعطي المفعول يعني سريع جدا و
وكنتمنى انكم يعني ما تبخلوش عليا بالتعليقات اسفل الفيديو ارائكم. فحبيباتي هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى انكم تجربوها. يعني عادي تبقاي تستعمليها فيما تبغي تستعملي الماسكارات تستعمليها، فغتلاحظي ان الرموش ديالك بدات كطوال بواحد الشكل سريع جدا، وفي نفس الوقت يعني التساقط ما بقاش. فنقول لكم بالسلام عليكم، ما تنساوش لي لايك ديالكم حبيباتي وتعليقاتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، وبيزو عليكم.